حسني خيمت صنعة قلبه ما سارح يرضي على طلوع القمر لما ظلي بسري ظهر الطاقه من مخيبه ساعات الفيدي في حين لمح البصر وفجي الجثي والموت ساكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حماة الوطن من هنا من أرض التضحية والشرف والبطولة، من هنا من المتارس الأولى لجبهة نهم، من هنا حيث الأبطال يسطرون أروع الملاحم البطولية في دحر الميليشيات الإنقلابية. بحثت عن هبة أهبوك يا وطني فلم أجد لك غير قلبي الدامي، هنا التضحية، هنا البسالة، هنا الإباء، هنا الشموخ، هنا العزة والكرامة، هنا مواقع الشرف والبطولة، هنا أبطال الجيش يضحون ويقدمون أروع الملاحم البطولية في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وعن الشرعية والجمهورية. هنا أبطالكم، أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بأنفسهم من أجل أن يحيى اليمن آمنا مستقرا معافى من دلس الميليشيات الإنقلابية. ونحن اليوم في أبواب أرحب وعلى مشارف أمانة العاصمة، ها نحن نرفع لكم هذه الحلقة لتروا بأعينكم ما لم تراه من قبل. هنا الملاحم البطولية التي سطرها أبطالكم، أبطال القوات المسلحة، نتابع. كما تشاهدون مشاهدي الكرام وكما تلاحظون الصورة خلفي، الصورة طبعا خير شاهد، هذه أرحب وهذه تلك الجوف وهذا نقيل ابن غيلان وتلك جامعة أرحب نراها بالعين المجردة وهذه جبال أرحب ونقيل ابن غيلان خير شاهد. أنا أقف هنا فوق ضبوعة وقطبين وأفراد الجيش الوطني في ظهري ويحمون خلفي ويحمون ظهري، والميليشيات الانقلابية لم يعد لها قائمة، بقي معهم مترس أو مترسين في القناصين في جبهة القلب، والآن مطوقين ليس لهم مجال إلا الموت أو الاستسلام، ولن يقوم لهم قائمة بإذن الله تعالى بعد هذا الوقت في هذه الأرض الطيبة. إن شاء الله جيشنا قادم وبإذن الله التطهير جاري على قدم وساق، ولن نتراجع ولن نكل أو نمل حتى نطهرهم من هذه الأرض وحتى نشتث جرمهم وخبثهم من أرضنا الطيبة. وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر قريب جدا، وعما قريب ستسمعون ما يثلج صدوركم ويشرح به صدوركم بإذن الله تعالى. هذاك هو جبل ذين ينتظرنا ويدعونا إلى أن يضمنا إلى صدره، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنكون هناك وسيرحب بنا ذين وعمران وسترحب بنا كل بقاع اليمن بإذن الله تعالى، ومستبشرة بالنصر ومستبشرة أيضا بزوال الميليشيات الإنقلابية من أرض اليمن الحبيب. هذه الصورة خير شاهد، وكما تشاهدون الآن أعيرة الجيش الوطني تغطي أو تمنع الإمداد على الميليشيات الإنقلابية وتشتثهم، ليس هناك أي ردود من أعيرتهم، رصاصهم انتهى، لا يستطيعون حتى رفع رؤوسهم ولو لطلقة واحدة. كما تشاهدون منذ أكثر من ساعتين أو ثلاث أعيرة الجيش الوطني تدكهم وهم لا يستطيعون حتى الرد، وهذا دليل على أنهم منتهيين ولم يعد لهم قائمة في هذه البلاد. إن شاء الله ألغام وقناصة سيتم التعامل معهم عما قريب، وهناك استراتيجية جديدة للجيش الوطني في تحرير الأرض وفي أيضا تذليل الصعوبات خاصة الألغام والعبوات الناشفة، وبإذن الله تعالى يعني سيكون لنا معهم شأن كبير جدا. هذه الآن محاولة الاستهداف بالبي ام بي من اتجاه نقيل ابن غيلان، لكنها كما شاهدتم وصلت إلى الجو وهي منتهية،
وانفجرت في الجو، لا تستطيع حتى أن تصل إلى مواقع الجيش الوطني. مدفعيتهم أصبحت خلف نقيل بن غيلان، مدفعيتهم البعيدة أصبحت خلف نقيل بن غيلان، ولم يستطيعوا أيضا أن يغطوا أو أن يساندوا من بقي من ميليشياتهم في هذه الجبهة بالعيارات الثقيلة، وإنما هم منتهين. فلذلك كما شاهدتم الطلقة انفجرت في الجو وهو نهاية مداها، وهي يعني تقريبا البي ام بي أو العيار 37، ومن خلف نقيل بن غيلان لم يعد لهم تواجد أبدا في هذه الجبهة، أصبحوا في انهيار وانهيار تام. وبإذن الله الساعات القادمة والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. شوكه وجبه في جي الجفري، والموت ساكن قصيد تشوي صدري، والجمجمه واللحظ من بطنها تجري، طقات حمضان حد لاصيه جمري، من بين شوكه وجبه قلت من صبري، والشوكه يملا قلب احضاني صدري، عشق دوره بالخطب مع جيش عسري، كم من حب عاصر لنبه بحزن. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من أعلى جبال الضبوعة، من هنا من مشارف أرحب نحييكم، ويسرنا أن نستضيفنا أحد الأبطال، أبطال الجيش الوطني المرابطين في هذه الجبهة. رغم صعوبة التضاريس ورغم البرد القارس الشديد، إلا أن الأبطال هنا المرابطين، وهنا الجباه الساجدة، هذه الجباه التي سجدت لله عز وجل، لن تسجد لغير الله، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى ستحرر الأرض، ولن تركع ولن تستكين إلا لله عز وجل، ولن تنحني جباهنا إلا لمن خلقها، لن تنحني لا سيد ولا مسجود ولا زعيم ولا مزعوم، وكل هؤلاء أنجاس إلى مزبلة التاريخ. معي هذا البطل المرابط في هذا الجو القارس وفي هذه الساعة من الظهيرة، نتعرف على بطولات الجيش الوطني ونتعرف على المعنويات العالية للجيش الوطني في هذه المنطقة. عرفنا عليك. صالح الصوبي. يا صالح كيف حالك؟ الحمد لله. كيف تشوف المعنويات أبطال الجيش نعم رابطين في هذا المواجه؟ المعنويات مرتفعة جدا، والحمد لله على الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والهيئة القيادة السياسية، بالانتصارات العظيمة التي تحققت، وإن شاء الله ندخل صنعاء وعمران وصعدة، ولن نضوي البلاد إلا منتصرين أو شهداء بإذن الله. منتصرين بإذن الله. منتصرين منتصرين, منتصرين أولا، أما الشهادة فهي الصفاء من الله عز وجل، الصفاء من الله، وهي نعمة من نعم الله. صحيح. احنا أحييك وأحيي الأبطال من لك أحب مكان السجدة هذه. الله يسلمك. أشكرك وأشكر كل الأبطال المرابطين هنا في هذه التضاريس. نؤكد للجميع أن أبطالنا كلهم أبطال الجيش، من هؤلاء الأبطال الأفذاذ الذين لن يتراجعوا، الذين لن يسجدوا إلا لله عز وجل، وسيقاتلون حتى يتحرر لمن من العبودية بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك يا صالح. شكرا. على الشوامخ باير رفرف بيرقي، على الشوامخ باير رفرف بيرقي، والمنتصر في الحرب يبقى في ثبات. يا منايا في المعارك حلقي، وبلغيهم عننا من مات مات. من شوامخ نهمي يا عفاش بان ارسل درس هذا الزمان، من جيوش الشرعية في كل ميدان لكنتكم ألف دار، بالكوادش والمدافع لا مقاله، بالكوادش والمدافع لا مقاله. بلغكم يا راس عيبا يا صباح، بلغي من كان كان، بلغي من في سفا وفالانقلابي ما تعاد يوما وحاس، أن جيش الشعب قادم لا محالة، جيش الشعب قادم لا محالة.
من جوام ما يا عفا جبان ارسل دروس هذا الزمان من جيوش الشرعية في كل ميدان لكنتكم ألف درس بالكوادش والمدافع لا مقاله بالكوادش والمدافع لا مقاله يا نجوم يا راس عيبا يا صباح بلغي من كان كان بلغي من في سفو فالانقلابي ما تعاد يوما وحاس أن جيش الشعب قادم لا محالة أن جيش الشعب قادم لا محالة أن جيش الشعب قادم لا محالة بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن بالروح بالدم نفديك يا يمن مشاهدي الكرام كما تشاهدون في الصورة هذا الجبل الماثل أمامكم والواضح على الصورة ذو التشعبات الثلاث هو جبل أشرع وهو من أرحب من جبال أرحب وهذا وعلى يساري أيضا على يسار الجبل جبل الوقب وهو من جبال أرحب هذه جبال أرحب وهناك الغيل غيل الجوف وهذه الجبال كلها جبال أرحب نحن الآن في أرحب عمليا نحن في أرحب هذه كما تشاهدون وادي ضبوعة تحتي كل هذا الوادي هو وادي ضبوعة وهو بيد الجيش الوطني قواتنا الآن سيطرت على هذا الوادي بالكامل ووصلت إلى قطبين وهذه قرية قطبين هناك وذاك هو الخط الإسفلتي الرابط بين نهم وأرحب يسمى مفرق قطبين الجيش الوطني الآن مسيطر على كل هذه التلال وهذه المناطق كلها بيد الجيش الوطني محررة اندحرت منها الميليشيات الانقلابية لم يبقى إلا جيوب خفيفة هنا الآن في باتجاه القلب أما الميمنة فقد تم تصفيتها الجيش الوطني يتعامل مع هذه الجيوب ويقوم بتطهير أولا على الألغام ونزع الألغام ومن ثم أيضا تمشيط هذه المناطق طبعا مناطق وعرة ومناطق قاسية وجبلية ومتعرجة وديان وسهول وأودية وجبال وكلها تضاريس صعبة جدا لا يستطيع عليها حتى أهلها ولكن أبطال الجيش الوطني وهمهم العالية وأيضا معنوياتهم المرتفعة هي لا تقف أمامها أي معوقات نحن هنا في هذه المدارس المتقدمة ومعي أبطال الجيش الوطني أبوا إلا أن يشاركوا أفراحهم أن ينقلوها إلى الأحرار في كل المواقع الشرف والبطولة وأن يهدوا هذه الانتصارات إلى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد الرب المنصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية نائب القائد على القوات المسلحة والمشرف على هذه الجبهة فخامة نائب رئيس الجمهورية مشرف على هذه الجبهة باستمرار ويتواجد بين أبطاله بين أبطال أفراد الجيش الوطني في الجبهات في مقدمة الصفوف لكم منا كل التحية لكل أحرار اليمن في كل المواقع الشرف البطولة وأترككم مع هؤلاء الأبطال في هذه المواقع البطولية التي نتمنى كل حر أن وفقه الله أن يصل إلى هذه المنطقة أو أن يصل أن يكون مع هؤلاء الأبطال هؤلاء الأحرار هؤلاء الذين سيسطر التاريخ قصصهم وبطولاتهم بأنصع صفحاته لأنهم هم من حموا الجمهورية وهم من دافعوا عن اليمن وعن كل كرامة أبناء اليمنيين هؤلاء الجباه الطاهرة والوجوه المتوضئة لن تسجد إلا لله عز وجل ولن تركع لعبد إيران ولا لكلب الفرس عفاش بإذن الله صنعاء قريبة ونحن نرى أضواءها ونشم هواءها ونشم نسيمها وبإذن الله سبحانه وتعالى لن نقف ولن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وحتى نذيق العدو من بطون بنادقنا ما لم يره طول حياته معي هؤلاء الأبطال أولا من الأول عرفنا عليك النقيب رياض عبد الله علي المغدوي من محافظة عمران من لواء 310 أشكرك يا عبد الله والأخ الأخ النقيب عبد الله مخوت ثامر من أبطال اللواء 141 ونعم ونعم بهم ملازم أول صفوان حسين عبد الله من أبطال 310 الله يحفظكم الجميع يعني كل ألوية الجيش أنا مشاركة وأنت وأنا هلال جهارة من أبطال اللواء 310
ونعم ونعم بأبطال اللواء 141 وأبطال اللواء 310. هؤلاء هم الذين كان لهم سبق أو شرف السبق في هذه المواقع البطولية. أبناء اليمن كلها ممثلة بجميع الألوية المشاركة في هذه الجبهات، هم أيضا من لهم الشرف في الدفاع عن الوطن، وكان لهم شرف السبق أن يصلوا إلى هذه المواقع، ولكن ربما 310 أو 141 لهم اليد الطولة في هذه المعركة، وهم فعلا قدموا التضحيات وناضلوا وضحوا بالكثير من أبطالهم في سبيل تحرير هذه البلاد من شر هؤلاء المجرمون وهؤلاء القتلة الإرهابيون. نريد المشاركة معنا، مشاركة الآن من هؤلاء الأبطال، أبوا إلا أن يشاركوا بكلمات قوية ومعبرة ترفع روحنا المعنوية، وأيضا كلمات معبرة عن الوضع الحالي الذي وصل إليه الجيش الوطني والانتصارات التي حققها أبناء الجيش. سلام ميت وساها على صفح ضبها وعهوها صمع من قاها ومما ترجعها وتتحتى العياراتها فقي نرقص على المدفع وصوت المجلة حنهت برا ولا القلع نطلع ونقتل كل خاينها وعمي تراره وتسم من قاها عليك من رافضي قومها الجشع من قهن تقي دولا وطفيها فيك بعد التخي خش مها الكرع يزقها بخارج حارقة تتهن نصح وراها فضي يرجعها يولي هاربها مثل الثعي عمرها نيا المنبع وجند الله جاهز لها الفزع يا مهين ما نخضع وقد ودنا القشا هاي بي واتالي صح لسانه صح لسانه لكم كلمات لسانه سلام يتوزع على صافح ضبوعه والصمع من قوم ما ترجع وتتعدى العيارات الثقيل نرقص على المدفع وصوت الميج لا حنت برا ولا القلع نطلع ونقتل كل خاين او عميل بارود ثم انقع لكم من رافضي قوم الجشع من بندقي تولع وطفيها في اكباد الدخيل خشم الكرع يزقع بخارق حارقه تطنصع والرافضي يرجع يوليها مثل الثعيل عمراني المنبع عمراني المنبع وجند الله جاهز للفزع يمين ما نرجع وقدوتنا القشيبي والدليل سلامتكم يا رجال صح لسانه فالك البيرق ان شاء الله فالك عمران صنعة صنعة باذن الله باذن الله باذن الله تعالى هو جبل ضين امامنا جبل ضين امامنا وكانه يقول الى متى انتظركم متى ستحرروني ان شاء الله ستعود رايه الجمهوريه خفاقة على كل قمة من قمم عمران وصنعاء وصعدة بإذن الله إن شاء الله. الله تعالى عد باقي معك مشاركة قلنا داهم وكار العدو اعلن حصاره واجعل خايف يا الموقع ذليل داهم وكاره ولا تبقي مغارة هد هد الجرف لا يبقى دليل اجعله منفي من أولاده وداره واجعله عبره الخاين أو عميل قطع وصالح على جبل المناره مثل ما كاره مقطع في النقي والميمنة خليه ضايع في نهاره والقلب بان القهم أفراده قتيل والميسرة بان حرقه في وسط ناره وشهد جبل بادين من شب الفتيل والقرن يوم جيناه من زف البشارة ياس حرقوا لي لمن أصبح قتيل من تبت القرن أصبح نسقط شعاره وتبت الحمراء عليها ما نميل بلغوا للحول جاشي له قراره من ضبوعه لا تقدم مثل سيل فيشق الموت ما هم خساره على نقل الغيلان يقضع كل ميل يا عاصمتنا استبشري وقت الزيارة جيشنا عازم على رد الجميل سلامتكم صح لسانه هذا الكلمات القويه ومعنا ايضا يعني شيء نفسه لكن كنا جيشنا في نه مرتب جموعه جاهز للحسم رهن الاشاره من جبل دوه وادي ضبوعه للجبل في الميسره والمناره
نقتحم كالفهد لازداد جوعه زحف واحد كالاسد والنماره والنقل قرب علينا ضلوعه كل من منا يشحم عياره قل ذي قال انقدوا في الربوعه اي كان يقولوا قدوا في السعوديه قل ذي قال انقدوا في الربوعه قد طرقنا اليوم في عقر داره اذا احنا في الحرب نستعد صنعاء من اهل الشيوعه والمجوسي بان طاير غباره وسلامته من مترسي من موطن العزه الله اكبر بقول للحوثي ولا تباعه جند الوطن قادم ومتوجه صنع اليمن قد قرر القادة سلامت صح لسانه صح لسانه اشرح لنا يعني اشرح للمشاهد على الان ايش قطبي ارحب هران مفرقه الغيل هذا جبهه الغيل هذا الغيل كلها هذا اليمن يعني احنا الان مشتركين مع الجوف مع ارحب والنقيل نقيل غيله لا حبرق النصر من صافح ضبوعه ومن جبل دوه نقود المستحيل جيش الوطن يا نهم متجهز دروعه على نقل غيلان يقطع كل ميل بس بلغوا عفاش يتفاقد دموعه ما ينفعه جيشه ولا الحوث الذليل وسلامتكم مشاهدينا والله العظيم لا أذل منهم ولا يعني أجبن من هؤلاء القتلاء الإرهابيين يحتمون بالألغام والقناصة وإذا ما تقدمت جحافل جيش الوطني ولوا هاربين كالفئران كالجرذان إلى جحورهم والعديد منهم لا يرى منه إلا أثر أرجله الحمد لله رب العالمين والله أنها انتصارات تشرح الصدر وتثلج القلوب وأننا نبشركم وتطمئن قلوبكم بأن أبطالكم أبطال الجيش الوطني والله أنهم عازمون على التحرير وعلى النصر ولن يتراجعوا حتى تطهير كامل اليمن من دنس هؤلاء المجرمون القتلة الذين عاذوا في الأرض أساد والذين أيضا عبثوا بأرضنا وهتكوا حرمات هذه البلاد المقدسة بإذن الله النصر قريب وبإذن الله صنعاء قريبة وصعدة منها أقرب وإن بان سرح يا رجال صنعاء 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 إن شاء الله ولا مفرق لصنعاء صنعاء على الأبواب يسحف جيشنا جيشنا لبيك يا صنعاء على الأبواب يسحف جيشنا دام الإله معنا والله ما نخشى سواه أحرار قد كنا ولا زلنا وحدتنا الذكر باسمنا وخيارنا التحرير ما نرضى سواه على صنعاء هواجسنا على صنعاء وبإذن الله صنعاء قريبة بإذن الله نبشركم ولتطمئن قلوبكم بأن أبطالكم يمشون كالسيل الجرار جحافلهم تجتث الحوثي ومرتزقة المخلوق عفاش من هذه الأرض نجتثهم اجتذاث كما تخرج الروح الخبيثة من الجسد نحن ننتزعهم نزعا كما تخرج الروح الخبيثة من جسد الكافر ونحن اليوم ننتزع هذه الروح الخبيثة من أرضنا الحبيبة ومن أرضنا الغالية وإلى غير رجعة هذه تطهير معركة تطهير لهؤلاء الأنجاس ولن يعود لفارس قائمة بعد اليوم ولا أذنابها ولا أذيالها ولا عملاءها ولا خونتها الذين أرادوا أن يبيعوا أرضنا ووطننا لعدو المجوسي الخبيث شكرا لكم يا أبطال شكرا يا أحرار وبإذن الله صنعاء صنعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة نحن الآن في هذه المواقع المتقدمة بالقرب من مديرية أرحب نحن هنا في منطقة ضبوعة ومعي أبطال الجيش الوطني الذين أيضا هنا المرابطين في هذه المواقع الاستراتيجية والهامة وكذلك من الأبطال الذين عقدوا العزم على ألا يعودوا حتى تحقيق كافة أهدافهم بالوصول إلى صنعاء وتحريرها من الميليشيا الإنقلابية عندي معي هنا نموذج خاص من النماذج التي في الجيش الوطني قصة مثيرة جدا أحد الجنود الآن الذين يقاتلون في الصفوف الشرعية في صفوف قوات الجيش الوطني كان مع الميليشيات الإنقلابية واستمر معهم من فترة كبيرة من الزمن ولكن أترككم لتسمعوا القصة كاملة من لسان هذا الجندي الذي أصبح الآن جنديا مقاتلا في صفوف الجيش الوطني وهذا دليل على الجيش الوطني يتقبل أولا لدينا هنا في قصة الأخ نموذج خاص أولا من ناحية الميليشيا الإنقلابية وكذلك ما تقوم به من ممارسات وعقيدة وتزييف عقيدة الشعب اليمني من سب للصحابة وكذلك
انحراف في المنهج العقائدي لهذه المجموعة المارقة. كذلك أيضا الجيش الوطني يتقبل كل المنضمين إليه، من انضم إلينا وقاتل في صفنا فهو مرحبا به أن يعود إلى رشده قبل فوات الأوان. معي هنا أحد هذه النماذج، نتعرف على الأخ. عرفنا عليك أخي الكريم. محمد الضيفاني. محمد، كنت معلم الميليشيات، احكي لنا قصتك مع الميليشيات الانقلابية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انطلقنا مع الحوثة، واول ما انطلقنا مشينا معاهم، اخذنا دورة في ذمار ما يقارب حوالي شهرين. خرجنا الى الجبهة طوالي، جبهة تعز في القصر الجمهوري وثعابات. شاركنا في الجبهة حوالي 8 شهور اللي احنا في الجبهة، وأصبت عدة مرات. وبعدين في رمضان، يعني هذا بعد سنة ما انطلقنا معهم، في رمضان مشونا إلى ذمار مديرية آنس ما يسمى بوادي الحقل، أخذنا دورة ثقافية. وفي ذي الدورة الثقافية أصلا حصلنا كل حقائكم فيها، يعني بالرغم من قد عبة ولا تعبية، يعني ما هي من تعبية، أعوذ بالله من الشيطان. بس وبعدين عطونا، يعني ما هو، يعني ما يصبرش نتكلم من هذا المجبر. بعدين ذي الدورة الأخيرة في رمضان، يوم 21 رمضان. ايش الكلام اللي تكلمه؟ أول شيء طولنا الثقافي ذي، يعني مكتب السيد جاء أول شيء بيحدثنا. مكتب السيد؟ أيوة، ثقافي من اسمه أبو ريحان. بعدين بدأ يحدثنا كلام عادي، بدأ بسب معاوية، بعدين سمعناها وتغاضينا عنها. بدأ بسب الصحابة رضوان الله عليهم، سب أبو بكر، عمر، عثمان، وسب عائشة، يعني عائشة اتهمها بالزنا. يعني الحوثي ذي أبو بدر ريحان بيقول لنا عائشة أصلا هي سبب الفتنة كلها، إنها من سببت كل المشاكل بين أبو بكر وعمر وعثمان وبين الإمام علي. وذيها الثقافي يقول لنا هذولا الصحابة الذي بيسموهم الدواعش التكفيرين بيسموهم صحابة رسول الله، قال ما هم صحابة رسول الله، قال هؤلاء كلاب رسول الله، كذيب هذا المنطق، قال هؤلاء كلاب رسول الله لعنة الله عليهم، قالوا سبب الفتنة قال عائشة الزانية لعنة الله عليها من اليوم إلى يوم الدين، كذيه عليهم لعنة الله إلى يوم دينهم، عليهم لعنة الله هم وسيدتهم ذي الذي بي. بعدين ضمنا، يعني ما تحملنا الكلام من مرة، ما تحملنا هذا المجبر ولا احنا متفقين على هذا المجبر معهم. مشينا مسكنا المشرف، مسكناه وهنا كلنا، احنا الذي كنا موجودين هنا كلنا، ما حد تراجع، مسكناه شلينا لعند مشرف الدورة اسمها أبو محمد من صعدة من رازح. قلنا له يا ابو محمد هذا مبدأكم، هذا العقيدة حقكم الذي بتمشوا عليها، احنا ما احنا متفقين في هذا الحاجة. شافنا ما انسجمنا مع مجبرهم، ما انسجمنا في حقهم الخرافات والكلام والسب، قال لنا، قال لا تصدقوا له وكذا، هذا مجنون وهذا وهذا وهذا. يعني قام يدي لنا محادثة، هدانا وقتها وهجعنا، قلنا يمكن حقيقة مجنون وكذا بيخرف بهذا الكلام، او يمكن نقدو عميل بيدي هذا عشان يشوه بنا. و يعني كان معانا واحد من زملائنا هو مجنون، مجنون كذا يا مخلول، ما قبلناه معانا، قلنا مجنون هذا يشوه بنا بسمعة انصار الله وكذا، طردناه من عندنا. خلنا هذا مكتب السيد، ما عبش بعد مكتب السيد الا السيد بنفسه يجي عندنا. قمنا منفكر بعد ما افطرنا الفطور وصلينا وكذا، كيف مجنون يا رجال؟ والله ما هي مجنون ولا هي شيء، ان هذا مبدأهم، وان هذا الكلام سمعناه من قبل ما ننطلق معهم، كان نسمع الكلام هذا، بس اول ما مشينا معهم ما شفناه صدقناه، قلنا هذا غير اتهامات وكذا، ما احنا داري انهم بيظهروا اول شيء حاجة ثانية، لو ما يبدعوا، يعني مثل ما تقول يجذبوك اول شيء، انك تتعلق مع ايوه تتعلق باصحاب، تتعلق بزملاء بكذا، حتى انك تضطر انك تصبر ولو فعلوا ما فعلوا. ما صبرنا ولا تظف الصحاب تظف، هذا عقيدة وهذا دين، ما بيش صفات فيها. جلسنا بعد المغرب
يعني من نشوف كيف هذا المجبر. قالوا نقوم زملاء قالوا نقوم ننتحر هنا ينتحر. والله يا ذاك ندافع عن عرض رسول الله لو ما بقى مننا واحد. قلنا لا هنا إياها احنا لو احنا كما احنا لو قاتلنا لو سوينا ما سوينا ما نقدر. لان احنا بين ايديهم. احنا بين ايديهم يخمدونا يخمدونا. ننطلق للجبهة ومن الجبهة نتحرك. نشل ادواننا ويلا كل واحد يروح بيته وبعد العيد بيننا الميدان. احنا وهؤلاء والميدان هو يثبت. انطلقنا رجعنا جبهة تعز جلسنا على يوم 27 رمضان تحركنا كل واحد شل ادوانه وكان معانا ادوان باستلام انا في الموقع تحركنا. تحركنا طوالي روحنا عيدنا ويلا وكاننا طوالي الجبهات. وصلنا هنا بعدين تكونت اصبت هنا. كيف وصلت لهنا اول قبل كيف وصلت؟ تواصلت بناس من الجماعة واحد من اخواني هنا. يعني اخوك موجود مع الشرعيه؟ اكيد من قبل كان يكلمني بهذا الكلام من قبل ما كان اصدقه انهم بيسبوا الصحابه وانهم وصلت له هنا. كان يتصلي بس ما كان ارد عليه ولا لا رديت عليه ارد عليه يا تكفيري يا خائن انت خنت الوطن خنت ايوه كان كذي فلت. اكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر مني. ووصلت هنا بعدين كان بعض الزملاء الذين نعرفهم معرفة ما كانوا معرفة موقع ان احنا وهم في موقع اللي كان احنا وهم في موقع كلهم مشينا سوا. هذا كان نعرفهم ويسيروا منطقة ثانية من بعد كان اتواصل بهم بعد ما وصلت انا. لا تصدقوا لهم هؤلاء بيزيفوا الكلام بيسووا ويسووا ويسووا جرائم غامضة بيفعلوها. ما كان يصدقوا من مرة في احدى المرات هجمنا على تبة العياني. لقيت انا واحد من الزملاء الاولي كان مع الحوث في الدوره ايوه الذي كان احنا مع الحوث هسه التقينا هنا اليوم القادم بنتواصل به على اساس ان لانه ما قدوا دارين نقدنا هنا بنتواصل به اننا هنا في جبال يم معهم. قال لي قال انا في التبه الحمراء وفي العياني انا وفلان وفلان والخميني وكذا. قلت له خير ان شاء الله بكره نتواصل ونلتقي بكره. يعني اليوم الثاني هجمنا عليهم طوالي. وصلت المترس اول ما مسمه عارف انه هانك صيح طرح يا ابو فلان طوالي جاوب علي انسحب من قول له انسحب احنا فوقكم والله الجيش فوقكم فوقكم ما بش رجع. وبيقول لي لا تصدق لهم انت بعت وطنك وبعت عرضك. قلت قد قلنا كذا يا من اول واحنا وانا في مكانك قلت كذا يا للزملاء واخواني واصحابنا كان اقول لهم كذا يا ما نفع كذب انه احنا هانك في هذا المدرسه الذي انت فيها الان انت الذي بعت وطنك بتبيعه للمجلس للروافض. قال لي انت وانت 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 كذا. المهم حاجات كلام ما يستحق انه ينطق. من بعد يعني قطر الله يعني اوامر ننسحب. قبل الاوامر هو بلغنا وكذا بيصيح لي بيقول لي ابو فراس اصحابنا لفوا عليكم اصحابنا وهم ضوقوا علينا من الجهتين واحنا قد مشينا. بيضربوا علينا من كل اتجاه واحنا بنسحب في بطن التبه. بيضربوا علينا من كل اتجاه بنشوف واحنا باقيين خمسه الذي احنا الاخيرين بنشوف من ينتثق مننا. لكن الحمد لله ما وقع ومشينا ويلا وخرجنا. بعد يمكن شهر كذا هجمنا عليهم هجوم كاسح. ايوه هجوم كاسح وهم قد انسحبوا من المواقع وهم ذي زميلي قد نقلوهم من هذا التبان نقلوهم عند القرن قرن ما عادوا موجودين في المواقع. ايوه ما عادوا موجود ثاني. وبيقول لي هذا واحنا من تصايحنا وزميلي ذي قبل ما نسحب من تصايحنا وهو وانا جالس انا والفندم داخل المترس. بيقول لي اول شيء انا وصاحبي الحوثي من الصايح قمت خرجت من عند الفندم شردت مترس امام ذي الحوثي. مشيت وانا منتظر انه يسكعني ولا شيء. وصلت له امامه ما جزم لان اصلا من اول نتعارف حتى من قبل ما نسير مع الحوثي. وبعدين الفندم بيصيحني بيقول لي فالاخير كل واحد شاف للثاني شويه قام يشتغل ضد هذا بيضرب الفندم حقنا وانا مضرب اصحابه. الفندم بيقول لي يا ابو فراس ما يضربك ما انت ضربه. ايوه ما حد ضرب الثاني ما حد ضرب خبرة الثاني. ايوه
الفندم بيقول لي يا ابو فراس شوف هذا الذي بيضربني. قلت له اجلس يا فندم داخل المدرسه. هذا زميلي صاحبي من اول ما فعل لك. انا مشيت الاول ما رماني طبيعي. جلس داخل المدرسه ضحك. فن تفاجئ عندما كان يسمعنا من الصايح. جلسنا شويه من بعد ما قال لنا قال انسحبوا الخبره لفوا عليكم. انسحبنا طوالي. بعد شهر هجمنا عليهم هجوم يعني كاسح. هجوم كاسح. وصلنا لو ما احنا دحتهم قدم انسحبوا من التبع من الحمراء والعياني والقناصي. انسحبوا مننا الكل. انسحبوا يعني من جبانتهم ومن هيانتهم يعني اصلا هذا السلاح حق الجبانه الغام. قد الثلاثه التباب كلها مشبوكه الغام. قال احبنا لهم اصبت انا نزلت المستشفى من اتواصل بصاحبي ذي من اتواصل بصاحبي الذي التقينا انا وهو المره الاولى من اتواصل به جاوبني اخوه على تلفوني ايوه يجاوبني أخوه بعد أسبوع مما أصبت. أصبنا يوم السبت يوم 30/10/2016. بعدين من اتصل له جاوبني أخوه نقول أين أبو عمار. قال أبو عمار قتل استشهد. قلت أينه؟ قال أي شهيد شهيد من في الجنة قال دفع يا قول دفع الله ما بالله هكذا شهد في معهم جنة فطل بحالهم. بعدين من أكلمه قال يا أخي قتل أي حين أي يوم. قال لي يوم كذا كذا يوم ما أتقال حد من العبوة بس هو هناك في القلب. رجعت بعد ما مسمه الحمد لله ورجعنا الهجوم حق دوا وصبت راس دوا هنا في راسي. فين الإصابة؟ في هنا في راسي في ترش يعني طلقت يرناس والله أيوه قناص إيه هذه اي واضح. وذيه قبل اسبوع هجمنا على ضبوعه. ايوه هجمنا على ضبوعه. فين؟ وصلنا وقد القريه كلها ملقمه. هذا في ضبوعه؟ بعدنا الالغام وصلت طلقتين ذيه واحده ذيه الثانيه. الحمد لله ضيع يوم ثاني. هذا قناص. ايوه بس والله رغم جراحنا لو يسووا ما سووا والله ان احنا ثابتين. هذا ثنتين بعد هذا نازل في القرية وهذا في ايوه وهذا في راس دو ذي وأصابة حق الالغام هنية وأصابة في الموقع الذي هناك في 26 اربع اصابات هذا وانا هنية اصيب لا حتى الان جنبي مكسور وناكع من المفصل لكن ما ضبط لنا ان احنا نجلس في السكن ولا نجلس في المستشفى. ما طيب لنا الا واحنا نواجههم حتى انهائهم وحتى نعيدهم الى كوفهم باذن الله. ما عاد بش العوده لكوف ان شاء الله لن تعيق ان شاء الله لن يعيقنا اي شيء. والله العظيم لو حبينا حبات بعدهم والله ما نخلي من قال الله اكبر. لو ما بقى مننا من قال الله اكبر والله العظيم لن نبقيهم على الارض. من مرة بإذن الله إلا أن يعودوا إلى صوابهم أو ما اشتروا بإذن الله. أفكار يعني أفكار خبيثة وأفكار تغير عادة المجتمع يا أخي. غيروا الدينية التي تعودنا عليها طول غيروا العادات الإسلامية والقبيلة غيروا كل شيء. دخلوا في حاجات يعني حاجة ما يصبر ان احنا نتكلم بها. المفروض اي واحد بحب رسول الله هذا الذي بيدعون انهم بيحبوا آل البيت كذابين. المفروض اي واحد بيحب آل البيت صدق آل البيت مش آل البيت الذي هم منهم هذا الذي هذا ما ينسب لهم اصلا الحوثي ذي ما ينسب لهم آل البيت فارس هذا من فارس ما ادري من انتهم لنا هنيه. مفروض أي واحد بيحب أهل البيت نجي قاتلهم يعرف مبدأهم يعرف عقيدتهم مفروض يجي قاتلهم. كيف بيشككوا حتى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله نفسه؟ يا أخي ما دام ما قال الله عز وجل الطيبات للطيبون والخبيثات للخبيثون. لكن ما أدري كيف أفكار الناس ما أدري كيف أفكار الشعب لو ما أنه عاد جالس معهم في صفوفهم. في ناس قد بيعرف الحقيقة في ناس بيعرف الحقيقة وجالس في صفوفهم. إن شاء الله أن يهديهم
إذا ما لهم هدايا ما الهدايا والله ما لهم هدايا. إذا ما لهمش هدايا هداية على يدينا القبر المقبرة جنة الطلح نوديهم. اسمع على ما جنة سيد أم حسين. ايوه ما جنة ربي والله ما دخل. ايوه الجنة حق السيد حسين احنا كان نضكها من اول. رسالة يعني تحب توجهها لحد معين؟ والله الرسالة باقي زملاء معاهم رسالتي ان يعودوا الى وعيهم وان يضموا الى الجيش والمقاومة الشعبية كما مشينا احنا. والله ما ابي يكلموا احد ولا بامريكيين ولا بشيء. والله ما وصلت انا ايام راعي اشوف امريكيين والله ما لقيت الا كلهم من البلاد. اول من لقيت اخي دياي اول واحد لقيته اخوك من ابو فم اخي بعدين كلهم معروفين كلهم من البلاد كلهم عمران صنعاء دمار لا حصلنا امريكيين ولا مجابر فاضيه ولا احد كل شيء مجابر كذب فاضيه والله ما حصلنا احد هنيا ولحن تحسنك كفرت عن ذنبك حق السنين الاولى والله هذا على ربك لكن انت الان يعني بتقاتلهم بعقيده بتقاتلهم من مبدع عارف انهم كانوا على باطل وانت الان اصبحت على الحق يعني الان بتحاول انك تكفر عن ما مشيت به معهم نعم نعم اكيد نقول انا اللهم اخذ من دمعنا حتى ترضى لكن الحمد لله انا جرحت اربع مرات لكن احمد الله عز وجل انك ان الله اخذك منهم يعني ربما حسن عملتها في حياتك الله سبحانه وتعالى اصطفاك خرجك منهم ووراك طريق الحق هل كان معك زملاء اخرين ولا انت وحدك؟ احنا الذي اصلا انضمينا من الميليشيات الى صف الجيش والمقاومه الشعبيه ما يقارب حوالي 50 نفر ولا كلنا زملاء كان احنا ماسكين مربع واحد كلنا مشينا وتحركنا الى ميادين الشرف. طيب كيف استقبلوكم؟ كيف استقبلوكم؟ والله استقبلونا استقبال يعني جيد. يعني بصوره ما كنا نتوقعها مره. يعني استقبال اخوه. ما هي اي كلام من مره. يعني ما خونوكم ما قال لكم انتم كذا كنتم مع الحوثي كنتم كذا كنتم. ماشي والله ما احد كلمنا ولا كان يفتخروا بنا. كان يفتخروا بنا ان احنا ضمينا وان احنا عدنا الى طريق الحق عدنا الى وعينا اللهم لك الحمد ونشكر جميع ابطال الجيش والمقاومه الشعبيه اينما كانوا ابطال الجيش ما عادش معنا مقاومه احنا الجيش كلنا وندعو يعني جميع من تبقى من الزملاء من الناس الذي راقدين في بيوتهم في انهم يسمعوا الرساله يسمعوا ايش قصه تولى الناس احنا مشوا ما جبار ولا قالوا ولا قالت احنا من شفنا هذا الحاجه وسمعنا واحنا من قاتلنا معاهم وتكونت اكثر من 3 مرات معاهم وشفناها بعيوننا ضحينا ضحيت بنص دمي معاهم لكن الحمد لله شفنا حقيقتهم والان نقاتلهم على طريق بيضاء اللهم لك الحمد الله اكبر لا معنا زملاء آخرين من شبوة من عمران من صنعاء من رداع من البيضاء من كل محافظة موجودين وانطلقوا معنا يعني كانوا مع الحوثي كانوا مع الحوثي ورجعوا إلى يعني كانوا مع الحوثي وعادوا إلى وعيهم وتحركوا إلى صف الجيش والمقاومة الشعبية الحمد لله أولاً أسأل الله يعني أن يحفظك ويحفظ كل الأبطال الذين معك وان شاء الله يعني ان الله يكتب على يديك النصر باذن الله تعالى وطالما في يعني الشعب مثلك ومن امثالك يعني من يجدون الحق ويعودون الى الصواب فاذن الله اليمن بخير باذن الله يكون اليمن بخير باذن الله تعالى ان شاء الله اليمن في خير وان شاء الله النصر قادم النصر قادم لا محاله واحنا من قاتل هؤلاء الناس والله ان احنا ننصر ننصر والله احنا جينا لا احنا جينا ندور ثنتين النصر او النصر ولا النصر الله. ما الشهادة يشتغل من الله بإذن الله أيوه إحنا جينا ندور النصر ولا النصر ما معنا غيره إن شاء الله ربك. لن نعود ذاك ربك بيشوف كيف الله منه اختبار لنا اختبار فقط ولا ننتصر ننتصر بإذن الله بإذن الله إن شاء الله حفظك الله يا أخي سلم الله معك مشاهدينا يعني لا أجد ما أقول كادت العبرات أن تخنقني من هول ما سمعت ولكن أعتقد في قصة هذا الجندي البطل
الذي ربما الله سبحانه وتعالى أراده أن يصل إلينا ليحكي لنا هذه القصة. هذه عبرة كبيرة لكل من يعتبر، ولنرى أيضا كيف نقاتل هؤلاء الأنجاش، هؤلاء الذين غيروا، يحاولون أن يغيروا هويتنا العربية وعقيدتنا الإسلامية، وأيضا يقدحون في أعراض رسول الله وصحابته. هؤلاء إلى جوار، وبإذن الله سبحانه وتعالى أبطال الجيش الوطني سيكون لهم كلمة الفصل قريبا بإذن الله تعالى. ساكن قصد تشوي صدري والجمجمه والنحر نبضناها تجري طنقات حمضة نحب أحلى صياح جمري من بين شوكه وجب قلت من صبري والشوق يبدا كل بحضاني صدري عشق دروب بالخطر مع جيوش عسري كم من حر عاصر لنبه بحزم بيدي والنار فوق الظهر يا دوري كفر عدو من نحبه قازف اسفولي وكلمة ويات ونار لظل لا قهري يا لعنة مهمر فضل عيشات الحري ولا لحود وقبر يا نفس واش عذري وانتي لرب ضرب اهل الجهاد اجري ومشي بان الله امر لظل لا قهري يا لعنة مهمر فضل عيشات الحري عذري وانت الى رب ضرب للجهاد اجلي ومشيت مع الله امر بلغوا الحوثي وذي عاده مقرر جات احرار اليمن من كل حاره جاتك الطوفان والمدفع تناجر وسندتم الف طياره وغاره بشروا صنعاء بجيش الشعب تفخر تاجها في المجد بنبرح قباره حبان حررها من الحوثي ونعبر صوب عمران الابابه نسقط شعاره عهد قاطع قاله الجيش المظفر القشيبي قل ما ناخذ بثاره بعد عبد الرب كل الجيش يشمر ياخذوا ثاره ومشوا في مساره يا عذر يا لابتي في اليوم الاغبر لا تخلوا الرافضي من القراره وسلامتكم بلغوا الحوثي وذي عاده مغرر جاته احرار اليمن من كل حاره جاتك الطوفان والمدفع تنهجر وسندتم الف طيارة وغارة بشر صنعاء بجيش الشعب تفخر تاجها في المجد بنبرح غبارة بان حررها من الحوثي وينعبر صوب عمران علي بنسقط شعاره عهد قاطع قاليها الجيش المظفر يا القشيبي قال لي ما ناخذ بثاره بعد عبد الرب كل الجيش شمر ياخذوا ثاره ويمشوا في مساره يا عذر يا لابتي في اليوم الاخبار لا تخلوا الرافض يملك قراره وسلامتكم ومن يقول نحن اليوم هنا وغدا إن شاء الله في صنعاء يا صنعاء قادمون التحرير موعدنا
الحمد لله الان كما نشاهد الان الابطال يقتحمون الباب وما تبقى من اثر للميليشيات الانقلابيه في هذه المنطقه باذن الله تعالى. نحن كما الان الصوره خير شاهد، نحن على بعد امتار قليله جدا جدا من العدو، وكما يشاهدون الان على مدى ساعتين لم يستطع العدو ان يطلق ولو طلقه واحده. كان هناك معدل خفيف بيكا يحمل احد الافراد، بعدها انتهى اجله. الان المدفعيه الجيش الوطني المدفعيه القريبه والبعيده تمشط بشكل كثيف، والابطال الان يصعدون لتحرير الخنادق من دنس الميليشيات وايضا مرتزقه النخلوع الفاش، وباذن الله تعالى سنقتلع جذورهم بابناء الجيش الوطني من هذه الارض الطيبه المباركه. نحن الحمد لله الان سوف يعني تم تطهير تبت القناص ان شاء الله باذن الله، ونعاهد الله ثم نعاهد الشهداء والجرحى ونعاهد الوطن واهلنا ان احنا لن نتراجع من هذه المكان حتى يقوم بتحرير هذه المناطق كامل لما للصلح ان شاء الله العاصمه صنعاء، ونحرر جميع مناطق الجمهوريه اليمنيه من هذا العدو الغاشم. نحن ليش لا ذهبنا له؟ وانما هو الذي اراد هذه الحرب واكلفنا لخوضها، ويتم اسر ويتم بيوت، ولكن ان شاء الله نرد الصاع بالصاعين. La 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 la